بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلبة الصف الثاني، سلام الله عليكم. النهاردة بنتكلم إن شاء الله عن جزئية مهمة جدا، حاجة اسمها التشابك العصبي. نخلي بالنا من الجزئية ديت عشان إن شاء الله علينا السنة الجاية سنة تالتة حاجة مشابهة جدا لها إن شاء الله. نبدأ نتكلم على أول حاجة، يعني إيه كلمة تشابك؟ تشابك يعني بشبك إيديا في بعضها، تمام؟ طيب هو مين اللي هيحصل هنا تشابك مع بعضه؟ كلمة عصبي يعني معنى كده حاجة فين؟ في اللي هي الخلايا العصبية. طب احنا عرفنا قبل كده تركيب الخلايا العصبية، وقلنا الخلايا العصبية كانت عبارة عن جسم الخلية، لو دي عندي خلية عصبية، تمام، ده المحور وده اللي هو جسم الخلية، ده جسم الخلية، ده المحور. عند هنا في نهاية المحور لو احنا فاكرين كان عندنا هنا حاجة اسمها اللي هي نهايات مين؟ اللي هي النهايات العصبية، نهايات عصبية. النهايات العصبية ديت اهو هتيجي مع خلية تانية، يعني خلية نعملها بلون تاني اهو، دي خلية تانية برضك عبارة عن اللي هي تفرعات اللي هي جسم الخلية وتفرعات اللي هي الشجيرية، تمام. هو بالشكل ده. انا دلوقتي عندي هنا ديت عبارة عن ايه، خلية عصبية ودي خلية عصبية تانية. طبعا ده عبارة عن جسم الخلية، ده عبارة عن المحور. اللي يهمنا في الموضوع كله اللي هي مين، النهايات العصبية. عندي هنا ايه النهايات مين العصبية بتاع اول خلية اللي هي رقم واحد ديت، هتبدأ يحصل عملية تشابك مع اللي هي التفرعات مين، الشجيرية بتاع الخلية اللي هي بتيجي بعدها. يبقى عندي هنا ده عبارة عن ايه، دي اسمها ايه، اللي هي نهايات عصبية بتاع الخلية رقم مين، رقم واحد اللي هي ديت. وهنا عندي اللي هي طالعة ديت اسمها ايه، تفرعات مين، تفرعات شجيرية، وبسميها زوائد شجيرية، زوائد شجيرية. هتبدأ تعمل معاها ايه، تشابك، بسميه تشابك مين، العصبي. يبقى احنا دلوقتي عرفنا مكان التشابك العصبي في ناحيتها، يبقى ده عبارة عن مكان، المكان ده موجود بين قلنا نهاية اللي هي النهايات العصبية مع اللي هي مين، مع اللي هي التفرعات مين، الشجيرية اللي خلية عصبية تليها تيجي بعدها. طيب يا ترى التشابك العصبي ده فيه أنواع؟ في عندنا فيه 3 أنواع من التشابك العصبي. يبقى عندنا حاجة اسمها أنواع التشابك العصبي، عندنا فيه 3 أنواع. أول نوع عندنا رقم واحد اللي هو عبارة عن تشابك عصبي عصبي، تشابك عصبي عصبي. النوع التاني تشابك عصبي عضلي. النوع التالت تشابك عصبي غدي. يعني ايه الكلام ده؟ أول نوع عندنا التشابك ده ممكن يكون بين خلية عصبية وخلية عصبية تانية زي اللي أنا رسمها دلوقتي، وبالتالي هنا ده اسمه إيه؟ تشابك عصبي عصبي. يبقى ده بين خلية عصبية وبين خلية عصبية إيه أخرى، يبقى ده بين خليتين عصبيتين. النوع التاني اسمه إيه؟ تشابك عصبي عضلي، وده إن شاء الله علينا السنة الجاية بالتفصيل، تمام؟ يبقى ده بين خلية عصبية وبين خلية مين؟ وخلية عضلية اللي هي في العضلات اللي هي الحركة. النوع التالت هيكون بين خلية عصبية وبين ايه؟ وبين غدة. يبقى بين خلية عصبية وبين ايه؟ غدة. الغدد برضك ان شاء الله علينا السنة الجاية بالتفصيل. ده انواع مين التشابك ايه؟ العصبي. يبقى عندي في كام نوع؟ في 3 أنواع، عصبي عصبي بين خليتين عصبيتين زي اللي قدامي، يا إما يكون عصبي عضلي بين خلية عصبية وبين خلية عضلية، يا إما يكون بين خلية عصبية وبين غدة، بسميه اللي هو تشابك عصبي إيه؟ غدي. طيب هنبدأ المكان اللي هو عندنا ده كده، المكان الحتة اللي عندي دي كده إحنا قلنا سميناها إيه؟ اللي هو التشابك العصبي زي ما إحنا قلنا. يبقى المكان ده اسمه التشابك الايه، العصبي. حلو قوي.
التشابك العصبي ده هنبدأ نكبر الحتة دي كده تحت الميكروسكوب ونبدأ نشوف فيها ايه يا ترى. انا عندي هنا زي ما احنا عرفنا قبل كده ده كان اسمه ايه المحور، وده اسمه ايه اللي هي النهايات مين العصبية. فكان عندنا اللي هي النهايات العصبية بتنتهي ب اللي هي حاجات مدورة كده، كنا قلنا اسمها ايه لو انتوا فاكرين، كان اسمها ازرار. يبقى دي اسمها ايه زر، جمعها ايه ازرار. يبقى دي عبارة عن انتفاخات موجودة في ناحيتها في نهاية مين، في نهاية اللي هي مين اللي هي التفرعات او النهايات مين اللي هي ايه العصبية. تمام، دي بسميها ايه ازرار، ازرار. تمام، ده بالنسبة لمين لإيه؟ للأزرار. المكان ده زي ما احنا قلنا اللي هو التشابك العصبي ده هنبدأ نكبره ونشوف يا ترى إيه اللي موجود فيه. نركز مع بعض، هنبدأ نرسم ده الحتة اللي احنا قلنا عليها كده، بس هنبدأ إيه؟ هنبدأ نكبرها. فعندنا أول حاجة اللي هي عشان نعرف احنا بنعمل إيه دلوقتي، الحتة اللي هي النقطة اللي أنا عملتها ديت اللي هي بسميها الأزرار ديت، هنبدأ نكبرها. هنبدأ نكبرها بالشكل ده عندنا اهو. ده اللي هو مين اللي هو احنا قلنا هنا ده عبارة عن ايه المكان ده، ده عبارة عن اللي هي النهايات مين النهايات اللي هي العصبية. تمام، بتاع خلايا عصبية. ده الحتة اللي أنا عملتها دي اللي هي عبارة عن اللي هي أحد اللي هي الإيه الأزرار. طيب الأزرار ديت أهو بيبدأ يوصل في المكان ده كده، بيوصل في المكان ده اللي هو زي ما احنا عرفنا قبل كده إن السيال العصبي كان له اتجاه واحد بس، صح ولا لأ؟ كان بيمشي زي ما احنا عارفين وفاكرين، كان بيمشي من جسم الخلية ويبدأ من الأول اللي هي تفرعات الشجيرية ثم جسم الخلية ثم يمشي في المحور ثم ينتهي بمين بإيه بالنهايات مين إيه العصبية إلى أن يصل إلى إيه إلى الأزرار، صح ولا لأ؟ طيب هنفترض دلوقتي عندنا ده السيال العصبي وصل هنا، يبقى ده عندي ده عبارة عن مين اللي هو إيه السيال العصبي. جميل قوي. عندي هنا جوه اللي هي الأزرار اللي هي عندنا ديت أهو، في اللي هي بعض اللي هي في بعض اللي هي الحويصلات. يبقى عندي اللي انا ارسمها ديت دي عباره عن ايه حويصلات. تمام، حويصلات زي كور كده. الحويصلات ديت جواها الحويصلات اللي هي عندنا ديت اهو جواها اللي هي حاجه اسمها ناقل كيميائي، ناقل كيميائي اللي هو النقط ديت. يبقى هنا دي اسمها ايه حويصلات، اسمها ايه حويصلات، حويصلات بسماها حويصلات تشابكية، تشابكية أو عصبية أي حاجة. واللي جواها ده زي ما احنا اتفقنا قلنا عبارة عن إيه؟ قلنا عبارة عن حاجة اسمها الناقل الكيميائي، ناقل إيه؟ كيميائي. نركز يا جماعة شوية، ناقل إيه؟ كيميائي. عندنا هنا في مثالين على النواقل الكيميائية، في حاجة اسمها الأسيتيل كولين، الأسيتيل كولين، وفي حاجة تانية اسمها اللي هي نور النور إدرينالين. يبقى عندي كام حاجة؟ عندي حاجتين، ده طبعا عبارة عن هرمون، ده بسميه هرمون عصبي. يبقى عندي هنا في المكان ده زي ما احنا اتفقنا عندي ايه جوه الحويصلات ديت في كام حاجة؟ عندي حاجتين، أول حاجة الأسيتيل كولين وحاجة اسمها هرمون عصبي اللي هو مين النور ايه إدرينالين. اللي يهمنا انا في الموضوع مين اللي هو الاسيتيل مين الاسيتيل كولين، ودي قلنا جوه مين جوه الحويصلات. طيب احنا قلنا اللي هي الازرار اللي هي عندنا ديت اهو، الازرار زي ما احنا اتفقنا متصله مع مين، قريبه من مين، قريبه من الزوائد مين الشجيريه. فهنبدا نرسم مين اللي هي ايه النهايات بتاعت مين اللي هي الزوائد مين الشجيريه. هنعملها بالشكل ده. يبقى اللي انا هعمله ده عباره عن اللي هي النهايات بتاعت مين اللي هي الزوائد مين اللي هي الشجيرية اهو بالشكل ده، بيكون فيه بينهم فاصل كده ونعرف اسمه ايه دلوقتي اهو. تمام، يبقى عندي ده عبارة عن مين اللي هي النهاية بتاعت مين بتاعت اللي هي النهايات ايه بتاعت
بتاعت ايه اللي هي بتاعت مين، اللي هي زواد مين، الشجيرية. وعندي طبعا عندي هنا في حاجة اسمها اللي هي بوابات، هنا في بوابات كده. البوابات دي من خلالها هيدخل حاجة مهمة جدا اللي هو الكالسيوم، عنصر مين، ايونات مين، اللي هي ايه الكالسيوم. طيب احنا دلوقتي عرفنا ايه اللي هو الشكل العام، ايه اللي قدامي بقى؟ نقول تاني بسرعة كده، احنا قلنا ده الحتة الفوقانية دي كده اسمها ايه، اللي هو عبارة عن زر، بسميه زر. تمام، الزر ده بسميه زي ما شايفين كده، قلنا اسمه ايه، زر. جميل قوي. فانا عندي الجزء ده كله كده بسميه اللي هو غشاء، الحتة دي كده بسميها غشاء اللي هو قبل تشابكي، لان هنا في تشابك بينهم، فهنا هنسميه تشابكي قبل تشابكي، وهنا ايه بعد ايه، بعد تشابكي. فعندي هنا الغشاء ده كده، الغشاء اللي قدامي ده كده هسميه ايه، غشاء. يبقى ده غشاء قبل تشابكي. تمام، وعندي هنا ده هسميه غشاء بعد ايه، بعد تشابكي. يبقى ده عبارة عن غشاء مين، غشاء اللي هي خلية عصبية بعد ايه، بعد تشابكي. جميل قوي. وعندي بينهم هنا في النص هنا زي ما احنا قلنا، ده اسمه ايه، قلنا اللي هو شق تشابكي، ده اسمه ايه، شق فاصل، يعني كده شق تشابكي. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ايه البيانات ايه اللي هي عندي المهمة. جميل قوي، نركز مع بعض بقى. ايه اللي هيحصل عندنا؟ انا عندي هنا قلنا ايه، دي اسمها ايه، حويصلات. يبقى دي اسمها ايه، حويصلات تشابكية، او بسميها حويصلات تشابكية عصبية. جميل قوي. ايه اللي هيحصل هنا؟ المفروض هنا المادة اللي هي جواها ديت اللي هي الاساتيل كولين لازم توصل هنا للغشاء ده، علشان عندي هنا في عليه حاجة اسمها مستقبلات. حاجة اسمها ايه، مستقبلات. يبقى هنا في مستقبلات كده. تمام، هيبدأ يجي اللي هنا يوصل هنا. طب ناخد نقطة نقطة عشان نفهم، نركز مع بعض. عرفنا التركيب فيه مشكلة، نقوله تاني بسرعة. الحتة الفوقانية ديت اسمه ايه، زر. تمام، الحتة التحتانية دي بتاعت مين، بتاعت اللي هي نهاية الزوايد الشجيرية. جميل قوي. هنا في غشاء، هنا في غشاء. الغشاء الفوقاني ده هسميه غشاء قبل ايه، تشابكي. الغشاء اللي بعديه هسميه غشاء ايه، بعد تشابكي. جميل، نبدأ ناخد نقطة نقطة كده. عندنا أول حاجة كده اللي هو مين؟ اللي هي الحويصلات. احنا اتفقنا جوه الحويصلات مين؟ اللي هي حاجة اسمها ايه؟ اللي هي النقل الكيميائي اللي هو الأسيتيل مين؟ كولين. ساعة ما يبدأ يوصل مين؟ السيال العصبي. نركز مع بعض. ساعة ما يوصل مين؟ السيال ايه؟ العصبي. ساعة ما يبدأ يوصل المكان ده، مين اللي هيبدأ يشتغل معايا؟ هتبدأ البوابات اللي عندي دي تشتغل علشان تدخل مين؟ تدخل اللي هي، اللي هي ايه، الكالسيوم. ايونات مين، اللي هي ايه، الكالسيوم. يبقى هنا تاني رقم واحد، عند وصول مين، السيال العصبي، وصل فين، الى النهايات مين العصبيه، هيعمل ايه، تفتح مين، البوابات. البوابات دي هتعمل ايه، هتدخل لي مين، ايونات مين، الكالسيوم. طب دلوقتي وايونات الكالسيوم هتعمل ايه؟ ساعه ما تبدا تدخل ايونات الكالسيوم هتبدا تفرقع، تفجر اللي هي الحويصلات اللي هي عندي ديت. يبقى عندي هنا تاني رقم واحد، وصل مين، السيال. يبقى نكتب كده رقم واحد مع بعض، رقم واحد وصول السيال العصبي. حلو. رقم اتنين ايه اللي حصل، تفتح بوابات الكالسيوم. مين اللي يبدأ يدخل، تدخل ايونات الكالسيوم، دخلت هتعمل ايه، هتفجر مين، رقم اربعة، تنفجر اللي هي ايه، الحويصلات التشابكية. طب دلوقتي الحويصلات كان جواها ايه، كان جواها والله الاسيتيل كولين. مين اللي يخرج، يخرج الاسيتيل كولين. حلو قوي. يبقى احنا دلوقتي وصلنا ان، وصلنا قلنا مين اللي معانا تاني هنا وصل، نركز يا جماعه عشان الحته دي غلسه شويه. قلنا هنا مين اللي وصل، سيال عصبي. تمام، ساعه ما يوصل تفتح لي مين، بوابات مين، الكالسيوم، هيدخل لي الكالسيوم.
يخش يعمل يفجر مين الحويصلات، مين اللي هيطلع منها؟ الأستاتيل مين؟ الأستاتيل كولين. الأستاتيل كولين ده أو بسامين الناقل الكيميائي ده هيبدأ إيه اللي يحصل له؟ هيبدأ يسبح خلال، يعني يخرج من هنا خلال غشاء الخلية ويبدأ يوصل هنا، تمام؟ يبقى النقط السوداء هنا هيبدأ يطلع أهو ويبدأ يطلع لي هنا، ده اسمه الشق مين التشابكي، تمام؟ لحد ما يصل لمين؟ للمستقبلات اللي هنا، بدأ يروح على مين؟ على المستقبلات بتاعته. يبقى هنا وصل عند هنا على المستقبلات مين؟ اللي هو الأستايل كولين والناقل مين؟ الكيميائي، تمام؟ أو بسميه الناقل إيه؟ الكيميائي. يبقى عندي وصل مين؟ اللي هو الأستايل كولين. يبقى عندي هنا قلنا وصلنا إن خرج الأستايل كولين، بعد كده هيوصل فين؟ هيروح فين؟ يسبح خلال الشق التشابكي، حلو. بعد كده هيروح فين حته؟ هيبدأ يتصل بمين؟ بالمستقبلات الخاصة بيه، رقم 7، يلتصق بالمستقبلات الخاصة بيه. طيب المستقبلات دي كانت موجودة فين؟ موجودة على أغشية مين؟ اللي هي الخلية إيه؟ العصبية، اللي هي موجودة على أغشية مين؟ الزوائد الشجيرية. يبقى يلتصق بالمستقبلات الخاصة به على أغشية الزوائد الشجيرية. فين دي يا جماعة؟ اللي هي دي قدامي أهي، اللي هي ديت قدامي أهي، دي اسمها مستقبلات. يبقى عندي ديت اسمها إيه؟ مستقبلات. حلو قوي. ساعة ما يبدأ هنا يوصل بسلامة الله اللي هو مين؟ الأستايل كولين، ويروح على المستقبلات بتاعته، إيه اللي هيحصل؟ هتبدأ النفاذية بتاعة الغشاء ده تبدأ تتغير. مش إحنا كان عندنا اللي هي الخلية العصبية كانت في البداية كانت إيه؟ بيحمل الشحنة من بره، كانت شحنة إيه؟ موجبة ولا سالبة؟ الخلية العصبية لو إحنا فاكرين، الخلية العصبية كانت في حالة الاستقطاب من بره موجبة، صح؟ والغشاء الداخلي كان إيه؟ كان سالب، صح ولا لأ؟ دي في حالة مين؟ الاستقطاب. طيب احنا دلوقتي عاوزين نغير حالة الاستقطاب ديت اهو، ونبدأ نعكسها. يعني دلوقتي عدى هنا الغشاء من بره ده موجب، وجوه ايه؟ سالب. احنا عاوزين نعكس الكلام ده، يعني حصل وصل سيال عصبي ووصل امر هنا، وبالتالي المفروض يحصل ايه؟ عملية اللي هي اللا استقطاب. يعني نعكس الموضوع، نخلي بره سالب وجوه ايه؟ وجوه موجب. يا ترى الكلام ده هيتم ازاي؟ هو ده اللي احنا بنشرحه دلوقتي، نركز مع بعض. يبقى احنا دلوقتي قلنا السيال العصبي وصل، تمام، ساعة ما يبدأ يوصل إلى النهايات العصبية هيبدأ يسمح بيه اللي هو البوابات تبدأ تتفتح، يدخل لمين؟ أيونات الكالسيوم، هتبدأ تفجر لمين؟ الحويصلات اللي هي التشابكية. هيخرج منها مين؟ اللي هو الناقل الكيميائي اللي هو الأستايل كولين، هيبدأ يسبح خلال اللي هو الشق التشابكي إلى أن يصل إلى إيه؟ إلى المستقبلات. ساعة ما يوصل هنا بسلامة الله إلى المستقبلات اللي هي موجودة على نهاية اللي هي مين؟ الزوائد الشجيرية، تمام. الغشاء ده كل ده بتاع مين؟ اللي هي الزوائد الشجيرية زي ما احنا اتفقنا. طيب هيبدأ يعمل إيه بقى؟ هيغير لي النفاذية بتاعت مين؟ بتاع الغشاء ده. يعني إيه غير النفاذية؟ يعني هيخلي هنا أيونات اللي هي دي عند هنا في بوابات، عند هنا في بوابات، فيسمح هنا بدخول مين؟ ايونات اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم خلال اللي هي البوابات ديت. هيبدأ يخش صوديوم كتير، هيبدأ يخش بوتاسيوم كتير. طب ما احنا عارفين الصوديوم شحنته ايه؟ موجبه، والبوتاسيوم شحنته ايه؟ موجبه. وبالتالي هنا هتبدأ تنعكس الموضوع، هيبدأ يصبح جوه موجب وبره ايه؟ وبره سالب، تمام. يعني دلوقتي اصبحت حاله مين؟ حاله لا استقطاب. يبقى احنا دلوقتي وصلنا لمين؟ الى حاله مين؟ لا استقطاب. يبقى نقول الحته دي تاني، عند مين هنا؟ اللي هو قلنا الناقل الكيميائي اسمه ايه؟ أستايل كولين. خارج من الحويصلات، ايه اللي خرجه؟ لازم يخش مين عندي؟ الكالسيوم. معنى كده الكالسيوم ده لو هو مش موجود، الحويصلات دي مش هيحصل لها ايه؟ تنفجر، ولا يطلع منها مين؟ الأستايل ايه؟ كولين. خلي بالنا، وصل هنا الأستايل كولين وسبح خلال الشق التشابك اللي هو قدامي ده، وصل الى مين؟ الى مستقبلات. البوابات اللي عندي هنا هتبدأ ايه؟ تتفتح، تمام. يعني اللي هو الغشاء ده النفاذية بتاعته تبدأ ايه؟ تختلف. هيسمح مين اللي بالدخول؟ ايونات مين؟ الصوديوم الموجبة، وايونات مين؟ وايونات اللي هي البوتاسيوم اللي هي ايه؟ الموجبة. وبالتالي هنا هتتغير الحالة من حالة الاستقطاب الى حالة مين؟ اللا استقطاب. هيصبح جوه ايه؟ موجب، بره ايه؟ بره سالب. حلو قوي.
طب دلوقتي ما نسأل نفسنا، هو هل دلوقتي هيتنوا على طول كده حالة الاستقطاب، ولا المفروض الخلية ترجع إلى حالة اللي هي الاستقطاب مرة تانية وحالة الراحة مرة تانية؟ طب دلوقتي عشان ترجع هترجع إزاي؟ ما دلوقتي طالما هنا عندي هنا على المستقبلات موجود الأسيتيل كولين، طالما البوابات دي عندي مفتوحة، طب هنا عشان ترجع إيه اللي هيحصل؟ في عندنا هنا في الشق التشابكي، موجود عندنا هنا في اللي هو الشق التشابكي حاجة مهمة جدا، حاجة اسمها إنزيم الكولين استريز، إنزيم اسمه إيه؟ إنزيم الكولين استريز، اسمه يا جماعة؟ إنزيم إيه؟ كولين استريز. كولين استريز ده هيعمل إيه؟ ده مهمته إيه؟ ده له دور مهم جدا، هو ده اللي هيرجع اللي هي الخلايا إلى حالة مين؟ الاستقطاب وحالة الراحة مرة تانية. طب إزاي؟ كولين استريز ده بيبدأ يروح يكسر لي اللي هو مين؟ الأسيتايل كولين، هيبدأ يحطم مين؟ الأسيتايل كولين اللي هو موجود على مين؟ على إيه؟ المستقبلات. طيب هيكسره لإيه؟ هيكسره إلى حاجتين، هيكسره لإيه؟ إلى حاجتين. يبقى احنا قلنا هنا انزيم الكولين استريز، قلنا ده مكانه فين؟ في الشق ايه؟ التشابكي، مكانه موجود هنا. طيب مهمته ايه يا ترى؟ قلنا ده مهمته بيكسر اللي هو الكولين استريز الى حاجتين، اول حاجه حاجه اسمها كولين، والحاجه التانيه حاجه اسمها اللي هو حمض خليك. يبقى عندي هنا هيكسر اللي هو الاسيتايل كولين، هيكسروا لكام حاجة؟ إلى حاجتين، أول حاجة اللي هو كولين، والحاجة التانية حمض خليك. طبعا دول بيعادوا امتصاصهم مرة تانية، تمام؟ ده بالنسبة مين؟ لمهمة مين؟ إنزيم إيه؟ كولين اللي هو استريز. طيب دلوقتي هنا بمجرد هنا تحطم اللي هو الأسيتايل كولين، إيه اللي هيحصل؟ هيبدأ اللي هو الغشاء ده اللي هي النفاذية بتاعته تبدأ تختلف مرة تانية، هيبدأ يمنع دخول مين؟ اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم، تمام؟ يعني البوابات اللي عندنا دي هتبدأ تتقفل، البوابات لما تبدأ تتقفل مين اللي هيتمنع يخش؟ اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم، وعندي في بوابات تانية في الجنب هتطلع لي كمان اللي هي الأيونات اللي هي الموجبة اللي هي دخلت دي مرة تانية، وبالتالي هنا الغشاء بتاع الخلية هيبدأ يتغير مرة أخرى من حالة اللي هي اللا استقطاب إلى حالة مين؟ الاستقطاب اللي هي حالة إيه؟ الراحة. يبقى نقول القصة دي مرة تانية، نركز مع بعض. أول حاجة قلنا مين اللي هيوصل معانا هنا؟ السيال العصبي. وصل فين؟ إلى النهايات العصبية اللي هي موجودة في الأزرار. حلو أوي. الأزرار دي قلنا موجودة فين؟ قلنا موجودة في اللي هي النهاية اللي هي النهايات العصبية. عند هنا قلنا في النهايات العصبية موجود عندنا حاجة اسمها ايه؟ اللي هي الحويصلات التشابكية، حويصلات تشابكية واسمها ايه؟ عصبية. الحويصلات دي قلنا موجود جواها ايه؟ موجود جواها ناقل كيميائي. ايه الناقل الكيميائي ده؟ عندي حاجة من الاتنين، أسيتايل كولين وفي هرمون بيساعده اللي هو النور أدرينالين، تمام؟ ده اسمه هرمون ايه؟ عصبي. اللي يهمنا هنا اللي هو مين؟ الأسيتايل ايه؟ كولين. هنا عشان يحصل هنا تغير الحالة للغشاء الخلية من حالة اللي هي الاستقطاب إلى حالة اللا استقطاب، لازم عندي اللي هو الناقل الكيميائي ده اللي هو الأسيتايل كولين يخرج ويجي لي هنا على المستقبلات عشان يفتح لي البوابات ديت. طب الكلام ده دي هيتم ازاي؟ بمجرد قلنا وصول اللي هو السيال العصبي، تمام؟ اللي هو الإشارة اللي احنا سمعناها أو شفناها على حسب المؤثر ايه اللي عندنا، ايه اللي هيحصل؟ بتبدأ هنا تدخل اللي هي البوابات بتاعت اللي هو الكالسيوم تبدأ تتفتح، هيبدأ يخش لمين؟ اللي هي أيونات الكالسيوم. أيونات الكالسيوم تبدأ تعمل في الحويصلات؟ هتبدأ تفجرها. هتبدأ تفجر لمين؟ الحويصلات. الحويصلات لما تبدأ تنفجر هيبدأ يطلع منها مين؟ اللي هو الأسيتايل كولين، هيبدأ يسبح خلال الشق، هينفذ الأول من الغشاء اللي هو غشاء اللي هو قبل التشابكي، ثم يصل إلى إيه؟ الشق إيه؟ التشابكي. هيوصل فينا حتة هيلاقي في انتظاره مين؟ المستقبلات بتاعته، مستقبلات، أهلا بيك اتفضل، هيبدأوا إيه؟ ياخدوه بالأحضان، جميل قوي. بمجرد هنا وصوله إلى المستقبلات هيبدأ يفتح لي البوابات، بوابات لإيه؟ لدخول مين؟ أيونات مين؟ الصوديوم والبوتاسيوم. يعني الغشاء اللي عندي ده، الغشاء اللي عندي ده بتاع اللي هو الزوائد الشجيرية اللي هو بسميه غشاء الخلية العصبية بعد التشابكي، هتبدأ النفاذية بتاعته تتغير. يعني إيه؟ مش فاهم. يعني هو كان قبل كده بيمنع دخول الصوديوم جوه، صح ولا لا؟
والبوتاسيوم زي ما احنا عارفين كان جوه كتير جدا، تمام؟ طيب هيبدأ يتغير الحالة بتاعته، هيسمح بدخول مين؟ أيونات مين؟ الصوديوم والبوتاسيوم اللي هما الاتنين موجب، وبالتالي هنا حالة الخلية هتتغير من اللي هي حالة الاستقطاب إلى حالة إيه؟ اللا استقطاب. حلو أوي. دلوقتي أصبحت الخلية من بره سالبة من جوه إيه؟ موجبة. طيب دي حالة إيه؟ حالة لا استقطاب. طب هل الحالة دي هتستمر؟ طبعا لا، لازم نرجع لحالة الراحة مرة تانية. طب مين اللي هيرجع لحالة الراحة؟ قلنا الإنزيم المهم جدا، إنزيم مهم جدا اسمه إيه؟ كولينستريز. إنزيم كولينستريز هتعمل إيه يا عم إنزيم كولينستريز؟ والله أنا مهمتي هروح أكسر مين؟ اللي هو فتح لي البوابات، اللي هو الفتاوة اللي فتح لي البوابات ده أروح أشيله من هنا، لأن ساعة ما أشيله هتبدأ البوابات تتقفل مرة تانية، تمام؟ طيب مين اللي هنا وصل هنا زي ما احنا قلنا كان اسمه ايه؟ اسيتيل كولين. اسيتيل ايه؟ كولين. طيب يا انزيم كولينستريز هكسره له يتحوله لايه؟ هحوله الى حاجتين، هحوله الاول حاجه اسمها كولين، والحاجه التانيه اسمها ايه؟ حمض خليك، ودول هيعاد امتصاصهم مره اخرى. حلو، يبقى انا دلوقتي اتخلصت من مين؟ اللي هو فاتح لي البوابات اللي هو الاسيتيل كولين، ومجرد هنا التخلص منه وتحطيمه هتبدا البوابات اللي عندنا دي تتقفل مره تانيه، يعني الغشاء اللي عندي ده هيبدا يتغير مره تانيه، هيمنع دخول مين بقى؟ الصوديوم والبوتاسيوم، وعندي في نفس الوقت عندي هنا في بوابات تانيه هتطلع لمين؟ اللي هي الشحنات الموجبه بره، تمام؟ وبالتالي هنا هتبدا تتغير حاله اللي هي الغشاء اللي عندي ده هيصبح بره كتير موجب، تمام؟ لان الصوديوم هيصبح بره موجود بره مش هيخش بقى، تمام؟ وبالتالي هنا تبدا تتغير حاله الغشاء قلنا من حاله اللا استقطاب الى حاله ايه؟ الاستقطاب، يعني حاله الراحه مره تانيه، ويصبح بره موجب وجوه سالب مره ايه؟ مره اخرى. يا رب تكون فهمنا الدرس اللي هو الغلس ده. معلش هو كان صعب شوية عليكم، بالتوفيق كده للجميع رب العالمين. ما تنسناش بصالح دعواكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادمة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.